ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي، وكل عام وأنتم بخير. زي ما وعدتكم هنكمل في سلسلة الحصول على ساتوشي مجاني، المواقع اللي بتدينا ساتوشي فرصة طبعا، لأن البيتكوين صاعد لمن دولت. موقع قدامنا أهوت اسمه كوين باي، تمام. زي ما شايفين دي واجهة الموقع. قبل ما أكمل متنساش تعمل لايك، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل فيديوهات اللي بنزلها. ده واجهة الموقع، وهسيب لكم طبعا رابط الموقع أسفل الفيديو. زي ما انت شايف، طبعا في السيتنج بتاعة المنصة أو الموقع، دخل رقم المحفظة بتاعتك، تمام، وعلشان لما تيجي تسحب عليه. الأول ده الداشبورد بتاعك، ده هنا المين بالانس حاليا دلوقتي، وصلت الرقم ده، تمام. عشان أسحب لازم توصل ل10,000 ساتوشي، مينيموم اهوت، مينيموم ويزدرو 10,000 ساتوشي، تمام. هنشوف دلوقتي هنجمع ازاي. بنروح على فيو ادس، ونختار أول واحدة من هنا كده، تمام. بيجيب لك كل مثلا يوم، أو ممكن أكتر من مرة في اليوم، مرتين ثلاثة، مجموعة إعلانات. طبعا أنا مرضاش أكمل القفل عشان أوريكم إزاي بندخل على الإعلان. بيديك مثلا هنا 29، بتدخل. أنا خلصت طبعا كل دول، بدخل على مثلا تاني صفحة، خلصتها تقريبا تالت صفحة. تيجي باللون الإيه، باللون ده، ثانية واحدة، باللون ده كده، تمام. تضغط عليه، يقول لك 15 ثانية تستنى، بيفتح لك موقع تاني. لازم تستنى في الموقع، ماشي، يكون مفتوح 15 ثانية، وابدأ يعد عدد تنازلي لغاية ما تخلص ال15 ثانية. يديلك بعد كده البونص بتاعك اهو. هنكمل، يدينا كام؟ هتحل الكباتشة، ماشي، واجهة الموقع، تمام، واجهة المتجر. ادينا كام؟ 7.5. ونشوف اللي بعده وهكذا، تمام. هخلي كده بيعد اهوت 12 11، تمام. حل الكباتشة، تمام، ادينا 7.5. ما وكمل بقى ايه، نكمل للاخر وهكذا. هنشوف التاني، تاني ده نضغط على التاني ده اللي هو الاكتف ويندوز ادز، بيدينا حوالي كلهم او 5 اعلانات اهوت، مرتين في اليوم، كل شوية تبص عليه. يعني بتفتح هنا كده، ده نظام انت تفتح كده وتضغط الكباتشا، تمام، حل الكباتشا، تمام، وبعد كده تضغط كلمة open، بيفتح لك الموقع، موقع جديد بتستنى فيه لغاية ما يخلص العدد بتاعه 9 8. ما تقفلوش، لازم يخلص للآخر، تمام، 5 4، ماشي. وبيقول لك إن أنا وصلت لك 12.5 ساتوشي، تيجي قافله خلاص مش عايزينه، خش على اللي بعده، تمام، وتحل الكباتشا، تمام، وتضغط اوبن، يفتح لك موقع تاني، تمام، تمام. وبعد كده يخلص اديلك كام؟ 10 ساتوشي. وهكذا بقى نكمل الاخر عشان وقت الفيديو، تمام. حسب لك رابط ال حسب لك رابط طبعا الموقع. طبعا بتبص فيه مثلا كل، يعني كل يوم بيدي لك مرتين ثلاثة، ايه، 5 يخلصوا، بعد مثلا كمان 4 5 ساعات تبص عليه تلاقي فيه 5 تانيين، وهكذا. نفس طبعا نفس القصة برضو في التبويب الأولاني اللي هو ده، نفس القصة برضو تبص عليه مرتين ثلاثة في اليوم. طيب أنا عايز أقول لكم بس إن إحنا هندخل ال رقم المحفظة منين؟ ثانية واحدة،
ثانية واحدة، البورتفوليو تمام، وتدخل من هنا كده لإيه المحفظة بتاعتك اللي أنت عايز تدخلها، اللي أنت تسحب عليها، وتضغط نكست وخلاص على كده تمام. ده الموقع باختصار يا جماعة. لو عجبك الفيديو زي ما قلت لك لايك، وحاسب لك رابط الحالة أسفل الفيديو، وأشوف الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.